أيهم أفضل، الاستغفار أم الذكر؟ يعني أي أنا كرجل أي أفضل يا شيخ، أشغل وقتي بأن أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو أذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ أهل العلم يعني انظر تفصيلهم، قالوا إن كان العبد منغرق وغارق في الذنوب فليس له إلا الاستغفار. قالوا لماذا؟ قال كالثوب الوسخ متسخ، الثوب المتسخ لا ينفع معه الطيب، متسخ ينفع معه أن تغسله. قالوا ما كيف تغسل ذنوبك؟ قال بالاستغفار. وأما الرجل فيه صلاح وقليل الذنب ينفع معه الذكر كالطيب، لأن إذا ثوبك نظيف أنت ما يحتاج تغسله، تحتاج إلى طيب علم. لكن هذا السؤال، فنعلق نقول فأفضل أنواع الذكر هو قراءة القرآن، فيه الطيب وفيه غفران الذنب علم، أفضل أنواع الذكر. نعم.